طبعا بالفترة الأخيرة كلنا تقريبا سمعنا عن القرية اللي ظهر فيها التعابين، وهي قرية اسمها منية السعيد، لكن للأسف هي مش سعيد خالص. التعابين ظهرت في القرية، وللأسف الموضوع ده أدى إلى وفاة شاب في مقتبل العمر، وبرضه كان في ضحايا. الشاب اللي توفى عنده زي ما قلت 18 سنة وتعالج في الوحدة، بس للأسف ساعتين وفارق الحياة. الضحايا طبعا اتعالجوا، بس اتعالجوا مش في الوحدة الصحية، راحوا الاسكندرية وتعالجوا هناك في إحدى المستشفيات، وأخذوا الأمصال اللي هي مفروض تتاخد بعد أي لدغة تعبان. أخذوا الأمصال وقعدوا تقريبا هناك يوم أو يومين، ورجعوا القرية الحمد لله ما فيش حاجة. فالموضوع ده طبعا احنا رحنا القرية واتكلمنا مع الناس، واتكلمنا ايضا مع اهالي الضحايا، مع والد ووالدة المرحوم. والموضوع كان بصراحة صعب جدا، لانه هو اصلا كان الوحيد، الابن الوحيد للاهل، كان هو اللي بيساعدهم في الحياة، وهو اللي بيشتغل علشان لقمة العيش. فقدوا المعيل الوحيد بسبب لدغة التعبان، واعتقد ما اعرفش هم بيقولوا ما كانش العلاج، ما لقاش مصل، ما كانش مصل. خلونا ناخد مداخلة. ارحب بمحافظ البحيرة الدكتورة نادية عبدو. اهلا بك يا فندم. الو الو، نحاول تاني، ما فيش صوت. فزي ما كنت بقول، حتى المصابين يعني الحمد لله ان هم خفوا دلوقتي. حالة الرعب، انا بتكلم على حالة الرعب برضو اللي عايش فيها الاهالي، يعني الاطفال قاعدين في البيت، كله خايف، كله مرعوب من التعابين. وبصراحة انا شفت الصور مرعبة، يعني صور مرعبة. الأفعى تقريبا طولها مترين وثلاث أمتار. دلوقتي احنا مع بعض هنشوف التقرير ونشوف الوضع، للأسف مأساوي جدا هناك. خلونا نشوف مع بعض التقرير. دلوقتي في حالة من الذعر بتجتاح هذه القرية بسبب انتشار الأفاعي والتعابين في الأراضي الزراعية. النهاردة الناس الفلاحين ما قدرتش تسرح الغيط، ما تروح، كل واحد ساب الأرض بتاعته زي ما هي كده وسابه قاعد في البيت خلاص، خايف على نفسه. عندنا برضو الأطفال في الشوارع، أنا بخاف على ابني، عندي ابني في الشارع بيلعب، لما بسمع عياطه بقول خلاص في تعبان قرصه أو في أفعى قرصته. حضرتك برضو في بعض الحالات عندنا في البلد، في واحدة ست بتفتح أوضة نومها لقت، والله العظيم بكذب، لقت في أوضة النوم على السرير بتاعها الأفعى نايمة على السرير كبرى. الموضوع بقى في منتهى الخطورة، احنا عندنا حالات إصابات كتيرة جدا ما بين لدغات تم إنقاذها وبين ناس توفت. احنا عندنا حوالي 4 متوفين إلى الآن، ده من قرية منية السعيد. الموضوع امتد للقرى المجاورة لينا. طبعا عندنا خسائر كتيرة جدا في المواشي وفي الدواجن، بس مش دي مشكلتنا احنا، مشكلتنا البشر نفسهم. احنا في عندنا ناس بتتعرض بشكل يومي للدغات، في اليوم بتعرض للدغة واثنين. طبعا اللي بيحصل إهمال كبير جدا، معظم الحالات بتروح طبعا لمستشفى المحمودية العامل، هي أقرب مستشفى لينا، اللي هي ما فيهاش وحدة سموم، ما فيهاش أمصال، ما فيهاش رعاية. بنطالب بمكافحة شاملة مدروسة ومنظمة للوضع اللي احنا فيه ده. يعني كل اللي حصل دلوقتي من الجهات المسؤولة انه جابوا 5000 بيضة حقنوهم بمبيد معين ووزعوهم في بعض المناطق في البلد، حتى ما غطوش 900 فدان المساحة الإجمالية في البلد. فهل ده هيجيب نتيجة ولا لا؟ الله أعلم، احنا مستنيين منتظرين النتيجة، لكن احنا بنطالب بحل فوري وشامل للموضوع ده. جربنا موضوع البيض المسموم بمبيد ده السنة اللي فاتت قبل كده، والاستجابة مش قوية، يعني ولو كانت قوية ما كناش وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي. كان زمان بيقوموا الحاجات دي بطريقة حديثة جدا،
كانوا بيجي يرشوا الأراضي وبيسلمونا أدوية نوزعها للفئران، فكانت الفئران بتاكل والسمك بيموت، الضفادع بتموت، فبالتالي المفترس ما كانش بيلاقي اللي هو الأفاعي، ما كانتش الأفاعي بتيجي تلاقي الفريسة بتاعتها، فبالتالي ما كانتش بتيجي الأفاعي دي خالص، ما كانتش موجودة ومتوفرة كده. فين الجمعية الزراعية وفين دورها بالمنظر ده؟ بالله عليك لو تصور المنظر ده وتشوف المنظر ده الجمعية الزراعية، تمام؟ طب إحنا فين البيئة بقى؟ اما تسيب المنظر ده وتسيب يعني الجهنميه والبوص والبرد والدنيا اللي احنا سايحين فيها ديت، نروح منها فين؟ مجلس المدينه ايه دوره؟ مجلس القريه فين دوره؟ احنا ضمننا بلد زي ديت، ضمننا المجلس قريه سيد عقبه، يعني فيها حوالي 15 16 قريه، علشان خاطر ان احنا على ما يجي دورنا في التنظيف يبقى ان شاء الله تكون الناس ماتت على ما يوصلوا لنا. بلد ما فيهاش صرف صحي يبقى الوباء هيجي ومحدش هيقدر يحوشه. البوتس دي بقى لها 20 سنه التعابين بتعمل انفاق هنا تحت الجذور دي، بتبيض فيها وبتفقس وبتطلع كل سنه بقى اعداد مهوله من الافاعي اللي خلي بالك يا ابراهيم، كل ده من فوق لتحت، كل ده كده، ده جدر بوتس، هي دي المشكله كلها، بس بقى له سنين. لله يا حبيبي. الله يكرمك يا حبيبتي، الحمد لله. قولي لي صبري كان عنده، هو عنده كم سنه؟ عنده 18 سنه ومعيش غيره، مش غيره هو اللي كان فاتح بيتي، هو اللي كان بيجري، والله كان بيجيب لي يوميا نهار ما اتكرخص وراح هناك المستشفى. قولي لي قبل المستشفى حصل ايه؟ كان صبري فين؟ في هنا في الارض الزراعيه كان قاعد فين؟ ايوه على المشايف، شغال باليوميه والله، وجابها حطالي في ايدي كده قبل ما ينزل يتجرى، وراح المستشفى ما عملولوش حاجه، تديله حقنه من المخزن بتاعت عده الكال. طب يا حاجه، هو كان هنا في الارض الزراعيه وكان شغال وحصل لدغه الافعى، انتوا عملتوا ايه؟ اخدتوه على طول على المستشفى ولا عملتوا له انتوا علاج؟ ربطتوا ايده؟ عملتوا ايه؟ ربط له وشرط له وربط له دراعه كله وشرط له وخده ومشي. بتقول له انتوا بتهزروا مع الافعى ومع الحناشة؟ في حد بيهزر مع الافعى والحناشة؟ انت ما بكش حاجة ولا فيك حاجة، يديله حقنة نسل. لا يا حاج، مقازو الحمد لله، الله بارك على عبد الله. هو العائل الوحيد بتاعه كان بيجري عليه الحمد لله، الله بارك الحمد لله، استرحت الحمد لله وخلاص، انا عاوز ولا غيره الحمد لله. هي اللي موتته صراحه. لحظه لدغه الافعى، انتوا عملتوا ايه الاسعافات اللي انتوا عملتوها ولا على طول مشي راح المستشفى؟ هم ماشي، لا ده مشوا بقى على طول، يعني مشوا على طول، والله ما عادوا حاجه هنا تنفع خالص، يعني على طول راح المستشفى. في ثواني يعني، هم لو لحقوه والله ما كان يصيبوا اي حاجه. المحضر المشكله فيه سعادتك ان التقرير الطبي غير منطقي وغير معقول. ليه؟ بيقول ليه التقرير الطبي غير منطقي؟ ممكن تقول لي؟ المستشفى سعادتك الساعه 8 مساء، الحالة داخل المستشفى الساعة 6:20 بالظبط، ده مش بشهادة بتاعنا، ده بشهادة شهود العيال. 6:30 بالظبط. انت كنت معاه، فانتوا دخلتوا المستشفى الساعة 6. 6:30 التقرير مكتوب الساعة 8. اللدغة حصلت 6:05، ربع ساعة كان في قلب المستشفى. سعادتك حتى التقرير الطبي لما اتعمق، اللي عمل التقرير ده اسمه الدكتور هيثم الكسباني، بيقول ان الحالة دخلت الساعة 8 مساء، وإن هو ادعاء لدغة ثعبان أو عضة ثعبان، وقد توفيت الحالة في تمام الساعة 8:30. يعني هي اتدهورت ساعة واتعمل له علاج أقل ما فيها كمان نص ساعة قبلها، يبقى المفروض يموت 9:30 مش 8:30. ماشي، يبقى هو كده فيه تزوير رسمي، ده محرر رسمي بيطلع من المستشفى معتمد ومختوم، ده محرر رسمي، دي المفروض محكمه الجنايات تحقق في الواقعه دي. الحمد لله على السلامه يا ضياء. اسلمي. قولي ضياء، حصل معاك ايه؟ والله احنا كنت انا وابويا في الغد برش في الرز، وبعدين وانا برش فهي جت ورا لدغتني منين،
ماشي. جاء ابويا خدني وربط لي رجلي وقعد على السرال وجينا هنا، واخواتي طلعوا خدوني وطلعوا على المحموديه. رحنا المحموديه دخلنا الاستقبال، المهم فضل اخواتي على الدكاتره، ما فيش حد جه شويه، والدكتوره جات وفكت تسريني، جيت اديني حقن. اخويا بيقول لها حقنه ايدي، قالت له انا عارفه شغل انت ما تسالنيش. قال لي انت عاوز يعني تموتيه زي اللي موتيه من جيم الثلاث ايام؟ قالت له انا دكتوره وعارفه شغل. قال لها انت كده ما انتش دكتوره، ما فيش تحليل تحليله تعرف ايه هو ملدوع من ايه وهتديله ايه. قالت له احنا ما عندناش تحليل هنا، وده من هور اخرى ما فيهاش تحليل، التحليل في اسكندريه. طلعنا على اسكندريه عملوا لي اللازم الحمد لله. ضياء، قبل كده كنت تشوف في الارض الزراعيه عندكم تعابين، ولا دي اول مره انت بتشوف فيها تعابين؟ ايوه بنشوفه يعني، برضه هي موجوده على طول، بس هم الفتره ديت يعني هاجوا كتر، مش لاقين لحد يقفلهم ولا كده، فكتر يعني. احنا كل يوم والتاني عندنا حاله، من جيمة يومين اللي هو صبر اللي مات، وبعدها بيوم قانوا، ومبارح حاله، كل يوم حاله في بلد، ومفيش حد بيسأل ولا حد مفكر في البلد. حتى هم في اسكندريه يعني الدكاتره كانوا بيقولوا لبعض المفروض مركز السموات ده يكون في الارياف ما يكونش في اسكندريه، واحنا عندنا هنا يعني كفر الدوار فيها مركز سميات، وتال البارود فيها مركز سميات، احنا منبع الارياف هنا، كلنا فلاحين، المفروض يبقى عندنا هنا، احنا بنطالبه بمركز سميات هنا. ومعانا اتصال محافظة البحيرة الدكتورة نادية عبده. اهلا بك يا فندم. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. طبعا كلنا اليومين دول سمعنا عن قرية مية سعيد والتعابين اللي موجودة فيها، والضحايا برضو كان فيه هناك اصابات. ايه الاجراءات اللي اتخذتها المحافظة للقضاء على التعابين في القرية دي؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه، هو يعني الموضوع يمكن اخذ اكثر من حجمه كثيرا. في كل القرى عارفين، وحتى احنا بيوتنا اللي فيها جناين سواء في العجمي او سواء في اي حته، في الوقت ده في وقت الحر ما بيبقى في اي جحر او حاجه بيطلع تعبان او زين. اللي حصل عندنا ان احنا حصل عندنا ثلاث اصابات. الاصابات دي راحت اتعالجت في المستشفيات، في واحد منهم توفى فعلا، بس اللي توفى ده ما راحش على طول على الوحده الصحيه او على المستشفى، لان قالوا له لا هنجيب لك واحد يطلع السم من جسمك، يعني الخرافات او الاعتقادات القديمه دي. انما احنا هم كلهم اثنين ثلاثه، يعني الموضوع ما خدش حجم كبير قوي للانتشار الغير عادي ده، لكن احنا برضو قلنا لا، طب هنشوف ممكن الناس العلميين والناس المتخصصين ممكن يعملوا ايه. عملنا لجنه من الطب البيطري، من الطب الوقائي، من البيئه، من الصحه، من الوحده الصحيه، من علماء من جامعه دمنهور، قالوا هي الحاجه الوحيده ان احنا التعابين بتحب تاكل بيض، فنجيب بيض ونحقنه بماده سامه، وفعلا جبنا حوالي 5 او 6000 بيضه واتحقنوا وترشهم، وعملنا بريكوشنز كلها ان ما حدش من الاطفال يعدي ياخد الكلام. الحقيقه الحته دي احنا لسه، الكلام ده كان بقى له حوالي 5 6 ايام، لسه ما نقدرش نجزم ان في عدد كبير من التعابين توفاه الله. انما ايه اللي بيحصل له لدغه، وبقول لحضرتك دول حالتين او ثلاثه، ما همناش وباء ولا ولا ولا، دول بيروح المستشفى او بيروح الوحده الصحيه، المصل انا متاكده انه موجود بعد ما المصل، حضرتك المصل بتاع السموم موجود في كل في الوحده هناك، في الوحده هناك، لان احنا لما رحنا يا فندم القريه قالوا الامصال السموم مش موجوده غير في اسكندريه. انا بتكلم كلام رسمي، لا انا بتكلم كلام رسمي تمام. واللي خدوا المصل ده هو في بعض ناس قالت لا احنا مش هنقعد هنا، وخدوا اولادهم بالعربيه وراحوا على اسكندريه. مش مشكله اسكندريه، وان احنا كلنا بلد واحده ومحافظات واحده. إيه انما انا باكد ان في المصل موجود وبيتاخد المصل، الحاله اتحسنت بيطلع، ما اتحسنتش بيبقى في اجراء بعد كده، بياخدوا بعض المحاليل الطبيه لغايه لما الحاله بتبقى تماما كويس. انما انا برضو من فضلكم انا مش عايزه اقول موضوع التعابين ده يعني خد اكثر كتير قوي من حجمه، ومش هتبقى مني تسعيد بس اللي فيها تعبان او اتنين، كل القرى اللي فيها تراكمات او حتى جوه عزبه او حتى جوه مكان بيقوي كذا حتى في تعابين. ممكن يا فندم عشان الفتره دي التعابين زادت، انا حتى لما كنا هناك في القريه الاهالي ورونا صور تعابين كتيره باحجام مختلفه. هيكون موجود ممكن عشان برضو الضحايا وحاله الوفاه اللي حصلت، فده هو ما فيش ضحايا برضو عشان ما نقولش ضحايا. هي حاله واحده اللي توفت، وحالتين او ثلاثه على الاكثر هم اللي تم لدغهم،
وراحوا معي الى العلاج وتم علاجه. عشان برضو انا مش عايزه يعني انا عايزه الحقيقه كلها تبان بس مش عايزه وده اللي احنا عايزينه برضو يا فندم. علشان كده احنا رحنا القريه بنفسنا وبرضو بنكلم حضرتك عشان توضحي لنا بعض النقاط. والله عشان كده انا بكلم حضرتك مش عايزه الموضوع يبقى فيه زور في الوقت ده كله. بقول لحضرتك احنا بيوتنا لو عندنا اماكن في العجم بتبقى جناين من احلى الجناين. بنبص نلاقي ايه في تعبان طالع من جرح معين خاصه في فتره الحر دي. فلا احنا حاطين. وبعدين احنا بنفكر برضو دلوقتي نشوف لو هنقدر نعمل مركز سموم هل يستحق ان احنا نعمل مركز سموم جوه المحموديه او لا. ده برضو بنفكر فيه وبنشوف له مكان وكل حاجه. ده فكره حلوه على فكره. حتى احد الاهالي القريه في التقرير كان طالب كان بيتمنى يكون فيه بالمكان وحده للسموم عشان هم اكتر ناس ممكن بتضرروا من الموضوع ده. هقول لحضرتك حاجه, هم مش اكتر ناس, كل الناس بتتضرر. لكن انا بقول لحضرتك انا كان ممكن اقول خلاص, لكن انا بقول لك عملت لجنه يمكن ما اتعملتش قبل كده في اماكن كثيره وجبنا علماء وقالوا نعمل كذا وفورا وفرنا البيض ووفرنا كذا وكذا وكذا. وبرضه بنفكر ان احنا نشوف هل يستحق ان انا انشئ حاجه مخصوص اعمل مركز سموم ولا اخد جزء مثلا في وحده من الوحدات الصحيه او مستشفى احط فيها مكان لعلاج السموم. احنا طبعا من خلال حضرتك ان بنحب نطمن الاهالي لان هم دلوقتي بيشوفوا التقرير وسامعين كلام حضرتك. بالنسبه للاجراءات اللي هي البيض المحقون, في حد من اهل القريه كان بيقول انه احنا الطريقه دي استخدمناها قبل كده بس الاستجابه ما كانتش مرضيه او ما كانتش قويه. انا هصدق عينيا وهصدق احنا الطريقه دي احنا ما جبناهاش ما الفناهاش. احنا جبنا بقول حضرتك متخصصين في الطب الوقائي في الطب البيطري في الصحه في البيئه في علماء من جامعه قالوا الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي ان احنا نعمل كذا. عملنا اللي اتقال عليه وبعدين برضو احنا لسه ما شفناش النتيجه. الكلام ده اتعمل بقاله 5-6 ايام لسه ما شفناش هل في موتى من التعابين ولا لا, يعني الكلام ده. فبلاش نسبق الاحداث ونقول تمام. معلش السؤال الاخير, هي النتيجه هتظهر امتى؟ يعني نتيجه الاجراءات دي ممكن نلمسها امتى؟ هقول لحضرتك حاجه, هي النتيجه حسب التعبان اكل البيض ده ولا ما اكلهوش. يعني هنستنى اسبوع كمان 10 ايام ونبدا ننزل القريه نشوف يا ترى النتيجه ايه. أشكرك يا فندم, أشكر محافظ البحيرة الدكتورة نادية عبدو, شكرا ليكي. مشاهدينا خلصت حلقتنا ودايما الشكر الأكبر ليكم. مع تحياتي فاطمة شنان وفريق العمل برنامج دنيا تانية, وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء. ربك خلقها لي وانتهت عن سكتك في غيرها مستني. الدنيا دي دنيتك ربك خالقها ليك وانت اهت عن سكتك في غيرها مستني.